زينب، وصلنا لمحطتنا التالية وهي محطة مميزة رح نحكي فيها لأول مرة في سوريا برنامج الجامعي الصغير الفكري المتكامل، وهو مشاريع وأفكار مجتمعية تربوية إبداعية لبناء الإنسان، والذي يبدأ من مرحلة الطفولة مرورا بالشباب. فما الهدف من هذا البرنامج وما مدخلاته وما مخرجاته، ومين الفئة المستهدفة فيه؟ أكيد بيسعدنا نرحب لليوم بالباحثة المهندسة والمدربة فاتن الملا حمود، وهي المستشارة العلمية في جمعية المخترعين السوريين. وأكيد بدنا نرحب بمعز الطويل وهناء الحاج علي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم عن جديد وأهلا وسهلا فيكم. يعني خلينا نحكي شوية عن فكرة البحث، مثل ما حكينا تحت الهواء أنه هو بحث علمي، فخلينا نحكي عن فكرته، على أي أساس قام، كيف طلعت الفكرة؟ هلأ الفكرة الأساسية خلينا نقول تحت غطاء المسؤولية المجتمعية والحاجة الملحة، شفنا بالأزمة كيف صار بأطفالنا والناحية النفسية والاجتماعية، الحاجة الملحة لإعادة الإعمار الفكري بالمجتمع الفتي. فمن هون انطلقت الفكرة. والشق الكبير فيها هي مثل ما قلتي حضرتك الجامعي الصغير، هي أهم محور من محاوره، هو طبعا عدة محاور بنائية ومعرفية، بس أهم محور من المحاور هو محور الأمية الجامعية عند الأطفال. شفنا المأساة الكبيرة بصراحة، أنا بدي أقول عليها مأساة لأنه أنا شفتها عن قرب، وقت عم يروحوا أطفالنا يسجلوا بالمفاضلة، يعني عم يوصلوا لدرجة أنه يسألوا الموظف أنه شو نحط، أنه فرع، أنه كذا، ما عندهم خلفية عن الفروع التخصصات الجامعية. فهذا الموضوع هون، هذا البرنامج بيغطي هالفجوة هي كلها. يعني نحن انطلقنا من كل شيء فجوات بيقابلوها الأطفال بمرحلة الطفولة مرورهم باليافعة وصولا للمرحلة الجامعية، كل شيء عندنا فجوات، مطبات، ثغرات على الصعيد النفسي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد اللي بحاجة إلهم هن لتغطية هاي الفجوات، عم نحاول نغطيها بهذا البحث بحيث يكون عندنا المخرج نوعي. يعني أنا هي الفجوة عندي حطيتها، درستها دراسة كاملة، كيف بدنا نغطيها؟ المخرج هذا موجود، بيكون نوعي، بيكون فعلا قضينا على هالفجوة. أكيد يمكن مشروع كتير مهم، عم نبلش مع الصغار من مرحلة يمكن صغيرة. بدنا نحكي عن موضوع تحديد الاتجاهات أو الميول، كيف عم تعرفوا كل طفل هذا هو الاتجاه تبعه لحتى يمكن تمشوا معه بدي أقول مسار مهني أو خط معين لتعرفوه على مهنته اللي يمكن هو يحترفها بالمستقبل ويحبها؟ تمام، سؤال كتير حلو. هلأ مثل ما قلنا نحن عنا أمية بهالموضوع، فوقت كنا صغار إذا بتتذكري كانوا يسألونا شو بدك تصير بس تكبر، فكان الجواب ارتجالي، طبيب، مهندس، من دون ما يعرفوا الخلفية عن الموضوع. هلأ أنا برأيي إنه الطفل إذا بدك تخيريه لازم تفتحي له الصناديق كلها اللي موجودة قدامه، لازم عرفه يشوف الفرع من الداخل، ينظر للصندوق من الداخل، بعدين يكون اختياره صحيح. فنحن هون عم نجي نعطيه شهادة جامعي عام، يعني هو الطبيب الصغير فعلا. هلأ مثل هيفا عملت الطبيب الصغير، عمل الكابتن الصغير، تعرفوا على العلوم بأرض الواقع. فوقت يكون هو عرف الطبيب وعرف الفيزيائي وعرف المهندس المعماري، عرف كل التخصصات الجامعية، وقتها بنجي نسأله شو بدك تصير بس تكبر، هون السؤال بيكون منطقي وبيكون صار عنده خلفية عن الموضوع. أكيد. الشق الثاني إنه نحن عم نحاول بأحدث ما توصل إلى العلم الحديث من اختبارات، من مقاييس ذكاء، إنه نوجهه التوجيه الصحيح بحيث يكون 100% هو مختار تخصصه حسب شغفه وحسب اهتمامه وحسب نمط الذكاء اللي عنده. نحن شعارنا بالبرنامج هو التعلم باستمتاع يحول الفشل إلى أبداع. كلنا بنعرف يعني على مستوى طبخة، خليك تقولي إذا أنت مستمتعة فيها بيقولوا والله نفسها طيب، طلع معه شيء منيح. بالعلوم شفنا في كتير أطباء فاشلين، يعني دخلوا من دون رغبة واستمروا بالفشل، ممكن يكون ناجح بس ما في استمتاع يعني بالفرع اللي عم يمارسه. نحن هون الهدف هو صناعة الإبداع، إنه يكون هو مستمتع، بما أنه مستمتع فبالتالي رح يكون مبدع. أكيد. ومثل ما قلتي يمكن كثير من الأطفال هلأ ضايعين، يعني حتى بدراستهم الشهادات الأساسية إن التاسع والبكالوريا، حتى فعلا يقرروا شو بدهم يمكن يسجلوا. هذا الشيء عم يعطيهم معرفة على أرض الواقع عن الرغبة اللي هن حابين يحققوها بالمستقبل. خلينا نحكي عن الأطفال المشاركين بهالمشروع من دمشق، حكي لنا كم طفل، على أي أساس تم اختيارهم؟
هلا نحن انطلقنا بعينه صغيره من خلال الطلاب اللي عم دربهم، انا كمان معتمده بالحساب الذهني بالتنميه البشريه البرمجه اللغويه، فاللي صار معي اني استخدمت كل هالعلوم حصلت 20 سنه مثل ما قلنا البرمجه والتنميه ومهارات التفكير كوني مستشاره عنيه بجامعه المقترنين السوريين، عم بشتغل على صناعه الابداع الطفولي. فهالخليط كله طبقناه على الاطفال والحمد لله كان في نقله نوعيه من فشل لابداع، كان في نقله نوعيه بتعديل السلوك، يعني بقلب الكورس صرنا نشتغل عليهم، فكل فجوه اللي قلت لك عليها حاولت اني اطبقها وشوف نتائجها على الارض الواقع. بعدين وقت تشوفي الاهالي صاروا يقولوا لك انه كثير حلو، انه هي سجل الطفل مثلا انه هي بقيت اولادي شو بدك سجليهم، يعني الثقه هي المطلقه اللي صارت انه وين في هيك شيء يا ريت عنا هيك شيء، هذا بيخليكي بيعطيكي حافز انه لا انا بدي اعمم على اكبر شريحه ممكنه. صحيح. فهذا الشيء اللي عم نطرق عليه، يعني انا صار انه بس عم شوف بدي اوصل لاكبر شريحه ممكنه من الاطفال لانه فعلا كان في نجاح حقيقي. فهذا الشيء بيتطلب امور كثيره و يعني نحن معنا نماذج خضعت للمشروع معز وهيفاء، رح بلش مع هيفاء. صباح الخير هيفاء. صباح النور. خلينا نحكي كيف تعرفتي على المشروع الجامعي الصغير، مين دلك عليه وليش اخترتي هاي المهنه؟ انا كنت كيف تعرفت عليه؟ عن طريق ماما جابيتك ولا عن طريق المدرسه او حدا بتعرفيهم؟ لا هي رفيقة الماما دلتنا انه في انسة ظريفة عم تسوي كورس حساب ذهني. بعدين صارت تعطينا حساب ذهني. وكانت اخر شيء اخر الوقت تعطينا انه تقلنا شو اذا متضايقين نحن نقول لها شو بنا. فبنا انا كنت كثير متضايقة ونفسيتي تعبانة، كنت مسجلة كذا دورة. فاعطتني نصائح وتواصلت مع ماما وكثير تحسنت. شو النصائح اللي اعطيتك اياهم؟ انه شو؟ انه مثلا انت مختاره هلا حبيتي مهنه الطب؟ ايه. مهنه الطب كيف تعرفت عليها؟ شو النشاطات اللي مريتي فيها؟ ليش اخترتي هاي المهنه بالذات؟ اخذونا كمان على مشفى الطب الجراحي وتعرفنا على الادوات وانه لازم ما نلبس الحديد نحن عم نصور اشعه عشان تطلع النتيجه غلط. يعني عم تتعرفي على معلومات كثيره ممكن تفيدك. خلينا نحكي اكيد خلينا نحكي مع معز شو اخترت تكون هلا انا احكي لنا كمان عن شو عن تجربتك يعني بالمشاركه بهذا المشروع، فادتك؟ حسيت انه صرت تعرف شو بدك؟ حسيت انه بدك توصل لهذا الشيء اللي انت حطيته ببالك؟ تمام. هلا انا اخترت دوره الكابتن الطيار وبصراحه طيار بتحب حلو، وبصراحه يعني استفدت يعني من الدوره كثير. انا هلا هو حلمي من وقت كنت صغير، بس هي الدورة اجت يعني مثل المحفز تقريبا وتعرفنا يعني على معلومات مهمة كمان للطيران ومعلومات كمان حول المجال وطقوس العمل ويعني هيك محاور المهنة، فاجت يعني هيك مثل التحفيز مثل ما قلت حبيت اكثر يمكن المهنه. تمام يعني تعلقت فيها اكثر. لا مثلا معز لابس لنا لباس الكابتن الطيار، بس هيفاء هي خدعتنا لابس لنا شيء له علاقه بالانقاذ اذا بدي اقول او بالاطفاء. ما هيك انا حسيت نحن متعودين على الاطباء مريو الابيض. عليكي انه ابدا عم تكمل الكورسات، عملت الطبيبه، عملت الفيزيائي الكيميائي، هلا هون مهندسه طبيه يعني. لا بدك تثبتي لنا على شيء هيفا. لسه ما عملت الدوره بس هلا استعداد لها، عم ننتقل من كل التخصصات الجامعيه ان شاء الله باذن الله. كيف عم يتم دمج طلاب يافعين واطفال يافعين مع طلاب جامعيين يحكوا لهم عن هي التجربه يعني، وخاصه بالفروع الاكاديميه كيف ممكن التخصص يكون، كيف هي الشيء النظري عن الشيء العملي عم يختلف معهم؟ تمام. هلا مثل ما قلنا انطلاقا من الحاجه بما انه بدي اشتغل على شريحه كثير كبيره ونعمم هالموضوع بدنا كادر كثير كبير، فوقت فكرنا بالموضوع لانه هذا الكادر بنجيبه من طلاب الجامعه لانه اول شيء اعدادهم كبيره، ثاني شيء مثل ما بيقولوا بنضرب عصفورين بحجر، يعني بنعمل ترابط ثقافي كونه عم بشتغل انا باعاده الاعمار بالمجتمع الفتي، فطلاب الجامعه من المجتمع الفتي، فهذا الكادر نحن بنأهله من خلال تنسيقنا مع جامعه دمشق والحمد لله جبنا موافقه من جامعه دمشق وفتحوا لنا المدرجات مثل مدرج الباسل بالهندسه المدنيه، اعطينا فيها محاضرات. هلا الهدف منها هي اعداد طالب الجامعه كمدرب اطفال محترف، يعني بيمتلك مهارات تدريب الاطفال، شفتي الطفل حساس جدا مو اي حدا ممكن يتعامل معه،
فنحن وقت عم نعده عم نعطيه صفات المدرب، وقفة المدرب، الأسلوب اللي بيتعامل فيه مع الأطفال، كيف يكتشف إبداعاتهم، كيف يكتشف القدرات الكامنة المخباية عندهم ويطلقها. هالموضوع كله والشق العملي بيكون بالتنسيق مع جامعة دمشق مع دكاترة الجامعة. كانوا معي بالمحاضرة الدكاترة من الهندسة المدنية ومن العمارة بالنسبة للمهندس المدني الصغير والمهندس المعماري الصغير. فالشق العلمي ممنهج مع جامعة دمشق بحيث يكون مو ترفيهي، يعني بحيث يكون تعلمي ومعرفي. عم ننزل المنهج بشكل مبسط وسهل وتفاعلي استقصائي وعن طريق اللعب والمرح، مثل ما نشرتنا انه يكونوا مبسوطين ومستمتعين. والحمد لله هلا عملنا مستويات، كان مستوى اول مثلا بالهندسه العماره كانوا يقراوا ماكيتات قراءه نظاميه، المستوى الثاني يقصوا ماكيتات، يقصوا عفوا بمقاييس نظاميه يقصوا الماكيتات، بالمستوى بتوصل هيك لمستوى يحاكي مشروع التخرج. فبتكوني انت نزلتيهم المعلومات الجامعيه بشكل مبسط. هلا هي كمرحله اولى، مثل ما قلنا بهالاعمار هي بيمتلكوا شهاده الجامعي العام بكل التخصصات، بس ياخذوها شهاده واحده هي الجامعي العام. ننتقل للمرحله الثانيه يلي هي انه نوصلهم لشو هو تخصصكم. فهي المرحله مثلا انه لقيناهم بالكيميائي الصغير، فالكيميائي بنضل نعطيهم 15 16 17 سنه مثلا مرحله اليافعين. فتصوري هو نازل له منهج الجامعة بشكل مبسط وعن طريق الدكاترة وممنهج بمستويات، يوصل ل 17 سنة بالكيمياء، كيف تتصوري؟ بده يكون توب بالكيمياء، يعني ممتلك لكل المعلومات والمعرفة الكيميائية ومستمتع فيها لأنه هو شغفه الحقيقي ومية بالمية اختياره صحيح. فهو راح يفوت مرتاح بالكلية، راح نخلص من هاي الفجوة إنه أنا فتت على الكلية وما لقيت حالي موجودة هون، بدي ضيع سنة من عمري وارجع لفرع ثاني. هذا دائما هاي الفجوة غطيناها، نحكي إنه ما يعني نشتغل على الطفل من عمر مبكر. وحلو التجربة اللي عملته هذا الدمج بين اليافعين والشباب وبين الأطفال، نزلناهم على أرض الواقع، شوفوا المشفى، شوفوا يمكن الهندسة كيف بتكون. رح ناخذ من حضرتك نصائح أخيرة، شو مشاريعكم المستقبلية اللي رح تكون؟ هلأ نحن مثل ما قلنا هدفنا هو بناء الطفل. نحن بنطمح أنه تتعمم هالتجربة على أكبر شريحة ممكنة، إن شاء الله يعني بنقدر نوصل، بس نخلص دمشق نوصل لسوريا كلها. طبعا هذا بيتطلب مساعدات من المعنيين بالموضوع. هلا الهدف الاساسي هو نوصل لطفل متوازن نفسيا مندمج اجتماعيا. مثل ما قلنا هو البرنامج فيه شق بنائي، الشق البنائي بيتضمن البناء النفسي، البناء الاجتماعي، الذكاء العاطفي، حتى موضوع الاخلاق والتربيه اللي بتبنى عليه الامم، نوصلهم للاطفال لمرحله الضبط الذاتي بغض النظر عن الاوامر. فهذا البناء، بس تجهزي انت البنيه التحتيه لشخصيه الطفل، بعدين بتقومي بوضع الاساسات وبالبناء الكامل. ننتقل بعد الشق البنائي للشق المعرفي. الشق المعرفي هو مثل ما قلنا محو الأمية الجامعية، بعدين محو الأمية التكنولوجية. يعني أنا في عندي مثلا التكنولوجيا الصغير، عم نعرفهم على علوم النانو، على علوم محاكاة الطبيعة، على الاختراعات، على الابتكارات. في عندنا شق مهم جدا هو الريادة المستدامة، محور التفوق والريادة المستدامة، لأني أنا عم بحكي بتنمية طفولية مستدامة. فما في عندنا انقطاع بالريادة، إذا هو رائد بمادة معينة نستمر فيه للمرحلة الجامعية، بنكون هيك وصلنا بأكبر شيء ممكن بالنسبه لتنميه الطفوليه المستدامه. اكيد نحن بنتمنى انه تكون هي التجربه لكل الاطفال اليافعين تجربه مفيده لهم، تحطهم على الطريق الصحيح بالمستقبل ليبنوا سوريا بشكل صحيح. نتشكرك ونشكر كل الاطفال اللي يمكن مشاركين معك بهذا المشروع او البحث العلمي مثل ما قلنا. شكرا لوجودكم. شكرا لكم، شكرا للقناه، شكرا لكم. يعني ضوينا على مشروع الجامعي الصغير، مشروع كثير مهم. بدنا نشكر كثير المهندسه فاتن الملح حمود، واكيد بدنا نتمنى نشوفك معز كابتن طيار قد الدنيا، وهيفاء دكتورة قد الدنيا. هيفاء تثبت لها على قرار، تثبت لها على قرار، بس شكلها ميالة للطب.